لما بتيجي شركة تعمل سم فران زمان قوي، الفران طبعا كائنات لطيفة بس هي مزعجة، لو لقيتها في البيت اكيد مش هترحب بيها يعني. فقالوا ايه، طيب يلا احنا هنخترع بقى يا جماعة حاجة تموت الفران. الفار طبعا شيء كائن معروف، معروف ايه اللي يموته لان هو شبهنا قوي، فكانوا بيخترعوا سموم قاتلة جدا وفعالة جدا، الفار ياكلها من هنا بخ يموت من هنا. طيب بعد شوية لقوا ان السموم دي ما بتجيبش نتيجة علشان الفران ما بتاكلهاش. ليه الفران بطلت تاكلها؟ لان الفران كقطيع بيعملوا ايه، لما بيكون في اكل غريب جديد يعني طرح امامهم، بيخلوا واحد متطوع من الاسرة او من القطيع يعني يروح علشان ياكل السم ده الاول ويشوفوا هيجراله ايه. لو عدى بسلام كلهم بياكلوا منه، لو جراله حاجة ايه طبعا محدش بيقرب من السم ده او من الاكل ده. وده اللي حصل في السم الفعال القاتل. ايه اللي حصل؟ الفار كان ياكله من هنا ويموت لان هو طبعا سم فعال جدا. فخلاص الفران خدت هنت ان لا يا جماعة ما تاكلوش من الاكل ده، حفظوا شكله وحفظوا ريحته وخلاص مش هيقربوا منه تاني ابدا. والمعلومة في الفران بتتوارثها الاجيال بطريقة ما يعني. طيب فبدأوا يفكروا طيب نعمل ايه علشان نخلي الفران تاكل الاكل اللي احنا حاطين لها فيه سم وما يحفظهوش. فواحد عالم نفس كده قعد ايه فكر في فكرة جميلة جدا، اللي هي ايه بقى، نفصل المؤثر عن النتيجة. مش هو الفار بيعرف ان الاكل ده وحش او الاكل ده سم لما يموت على طول بعد ما ياكله، طيب احنا مش هنخليه يموت على طول. وفعلا تم اختراع انواع سموم بتموت الفار بعد 10 ايام لما ياكل الاكل ده، فما بقاش فيه ارتباط خلاص بين الاكل ده وانه يموت. لو انت اكلت سندوتش كبده من على اي عربيه جالك مغص بعديها بنص ساعه هتعرف ان ده ايه، من الكبده، بعديها بساعتين برضه هتعرف ان ده من الكبده. لكن لو جالك مغص بعديها باسبوعين انت اساسا نسيت الكبده وعربيه الكبده والراجل، مش هتربط خالص اللي حصل لك بالكبده. وده فعلا اللي حصل. ليه بقى القصه اللطيفه بتاعت الفار دي؟ لان احنا بيحصل فينا يوميا اللي بيحصل في الفيران بالظبط. ونصحصح بقى مع بعض كده عشان الكلام اللي جاي ده يا جماعه خطير جدا وكلنا متاثرين بيه. في اختراع كده اسمه الجلوتين. الجلوتين في منكم هيكونوا يعرفوا وفي منكم هيكون بيشبه على الكلمه بس الاغلبيه هتكون ما تعرفوش. الجلوتين هو البروتين اللي موجود داخل دقيق القمح. نبات القمح بيطحن بنعمل منه دقيق، كلنا عارفينه طبعا، ودي ده داخل في كل حاجه بناكلها دلوقتي تقريبا. والجلوتين ده او الجلوتين هو البروتين اللي موجود جواه، يعني حاجه لا ترى بالعين المجرده، يعني حاجه ما بتدركهاش غير الامعاء بس. الجلوتين مرتبط بيه، والمرض ده يعني مش حديث قوي بس برضه مش قديم، لكن بدأ تسليط الضوء عليه يبقى جديد. في مصر للأسف الموضوع مش منتشر خالص المعلومات أو الوعي عنه، وهوريكم قد إيه حياتنا اليومية فيها حاجات متلخبطة بسبب الجلوتين ده وإحنا ما نعرفش، زي الفار بالظبط، علشان التأثير بتاعه ما بيبانش في ساعتها، التأثير بتاعه ممكن يبان بعد سنوات. طيب الحاجة اللي مرتبط بيها أو المرض اللي مرتبط بيه الجلوتين اسمه سيلياك ديزيز أو مرض السيلياك. ممكن برضو الاسم يكون حد من حضراتكم قراه أو سامعه قبل كده، لكن في مصر يعني مفيش حتى الأطباء الباطنة المفروض ده تخصصهم مش كتير يعرفوا عنه، ومش كتير بيعرفوا يتعاملوا مع المريض اللي عنده سيلياك، ومش كتير أصلا بيعرفوا يكتشفوه. طيب إيه بقى السيلياك ده؟ دي الأمعاء الدقيقة يا جماعة، امعائنا اسطوانيه كده، اسطوانه دايره، ودي البطانه بتاعتها من جوه. البطانه بتاعتها من جوه مليانه صوابع زي ما انتم شايفينها دي، اسمها ايه، فيلاي. الصوابع دي هي المكنه او الاله المسؤوله عن امتصاص الاغذيه والفيتامينات والاملاح والمعادن وكل حاجه حضرتك بتاكلها، مش هتمتص ولا تدخل جسمك من غير الصوابع اللطيفه دي اللي اسمها ايه، فيلاي. الجلوتين بقى بيعمل ايه؟ الجلوتين عند بعض الناس، ودي حته برضو عشان ممكن حد يقول القمح ما ربنا خلقه من زمان وبتاع واشمعنى ما سمعناش الموضوع ده دلوقتي، هقول لكم الاجابه بعد اقل من دقيقه. الجلوتين بيعمل ايه في الفيلاي؟ بيعملها كده، بيخلي الجسم يهاجم الصوابع دي
وتروح. الصوابع دي لما تروح الجسم بتقل قدرته جدا على امتصاص الأغذية والأملاح والفيتامينات اللي انت محتاجها، ويبدأ يظهر عليك مجموعة أمراض غريبة ومحدش رابطها خالص بالجلوتين، لأن زي ما قلنا التأثير بتاعه بيحصل بعدين زي قصة الفار. اللي حصل في القمح يا جماعة ان هم حبوا يخلوا المحصول ما فيش حاجة تأثر فيه، لا دودة ولا حشرات ولا كده، فقالوا ايه نعمل له جينيتك انجينيرينج، نعمل له هندسة وراثية، شركة طبعا يعني في امريكا. وفعلا قدروا ان هم يحصلوا على محصول قمح، الكلام ده في اواخر السبعينات تقريبا او اوائل الثمانينات، محصول هايل ما فيش حتى الحشرات ما بتقربلوش يعني. كانت النتيجة ان دلوقتي بدأ، او يعني مش دلوقتي، من 10 سنين مثلا كده بدأنا نكتشف ان في حاجات بدأت تحصل في الناس وامراض جديدة تظهر وتنتشر بصورة مش طبيعية. فبدأ ناس كتير تدرس بقى ايه التأثير ده واصله ايه، واكتشفوا السيلياك ديزيز والجلوتين، وده موجود في الدقيق بتاع القمح على مستوى العالم باستثناء بعض البلاد بس. الدراسات بقى لما بدأوا بقى يدرسوا الموضوع لقوا ان في نسبة كبيرة جدا مننا عندهم استعداد جيني ان هم يتأثروا سلبا من الجلوتين. في ناس بتتأثر فورا، ممكن من طفل لسه عنده سنة او سنتين يتأثر، وفي ناس بتتأثر بعد سنوات، واغلبيتنا الموضوع عنده صامت، يعني عنده سيلياك ديزيز او عنده حساسية الجلوتين والموضوع عنده صامت، يعني ايه الاعراض لسه ما بنتش، لسه الاعراض ما اتفضحتش. الاعراض بقى او المشاكل اللي بيعملها الجلوتين ده، اول حاجة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم كده القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي كلها. الناس اللي بيعندهم مشاكل في الجهاز الهضمي والقولون العصبي على رأسهم طبعا، وما بيبقوش عارفين طب نعمل ايه، طيب طب ناكل ايه، طب ما ناكلش ايه، طب ناكل امتى، طب يروح للدكتور يكتب له ادوية مهدئة، طب ما تتنرفزش، حاول تهدي نفسك وبتاع، وما فيش حاجة بتفيد، بيفضل الشخص متعايش ومتصالح مع ان هو معاه قولون عصبي مدى الحياة. طبعا احنا قلنا ان المكنة نفسها اللي بتمتص الغذاء باظت، فطبيعي جدا ان حضرتك يبقى عندك فيتامين ديفيشنسي، الفيتامينات المختلفة مش هتخش جسمك. دلوقتي طبعا كلمة فيتامينات لما نسمعها ناس تقولك ايه يعني عشان صحتي تبقى حلوة وبتاع، لا حضرتك الفيتامينات دي لما تبقى ناقصة او فيتامين نقص حاد لو واحد بس بيسبب اعراض خطيرة مش اعراض بسيطة، يعني الفيتامينات مش رفاهية. طيب هكلمكم عن نقص فيتامين واحد بس، طبعا هم كتير بس عشان انا محدود بالوقت اخترت فيتامين بي 12 بس علشان اكلمكم عنه. فيتامين بي 12 لما بينقص بسبب ان هو بيمتصش كويس، اولا بيعمل نوع من انواع الانيميا خاصة بالبي 12 غير انيمية الحديد، وبيعمل دايما الواحد يبقى تعبان، مجهوده قليل، يعني لو اشتغل شوية ولا بتاع يلاقي نفسه خملان وجعان وعايز ياكل. التركيز طبعا، حطيت المفاتيح فين، ظاهرة المفاتيح والموبايلات اللي ما بنلاقيهاش، وانت تكون الموبايل في جيبك والمفاتيح مثلا على الترابيزة ونسيت انت حطيتها فين. مع الطلبة اللي يقعد يقرأ الصفحة مرة مرتين ثلاثة اربعة ويلاقي نفسه مش مستوعب، هو انا بقيت غبي؟ لا حضرتك ما بقيتش غبي، انت عندك غالبا نقص في فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 بيأثر كمان على الاعصاب، مهم جدا لاداء الجهاز العصبي. الناس اللي بيجي لها تنميل دايما في اطرافها، صوابع الايدين وصوابع الرجلين، غالبا عندهم نقص في فيتامين بي 12. الناس اللي دايما بيجي لها الام في العضلات وفي الظهر بدون سبب واضح، غالبا بيكون نقص بي 12. الإكزيما، الحساسية اللي بتطلع بدون أي دعوة وبدون أي مناسبة، يعني أنا جالي حساسية ليه، هو أنا جربيت؟ لا أنت ما جربتش، أنت بتاكل قمح، بتاكل دي قمح والجلوتين هو اللي عامل فيك كده. الجلوتين مش بس بيبوظ في الجهاز الهضمي، الجلوتين الجسم بيدخله جواه وبيمشي بقى في الدم. انت وحظك لو اترسب في مفاصلك هيجيلك التهاب في المفاصل، لو اترسب في الجلد الجسم بيهاجم الجلد عشان يقضي على الجلوتين، لان الجسم مصنف الجلوتين ده على انه حاجة غريبة او حاجة عدوة، لان هو متهندس وراثيا زي ما قلنا، فبيبدأ يطلع لك حاجات غريبة كده وتبدأ تاخد كورتيزونات وتروح لدكاترة جلدية كتير، والدكتور يقول لك والله طيب حاول مثلا تنام كويس، طب حاول تسمع كلام ماما يمكن تروح، يعني المهم ان الدكتور نفسه بيكون طب ايه ده يعني
يعني بيسموها الامراض المناعه الذاتيه، اللي منها كمان الحاجه اللي منتشره جدا جدا جدا، اختي عندها الكسل الغده الدرقيه، مرض كسل الغده الدرقيه. بيكون برضو الجلوتين راح واترسب جزء منه في الغده الدرقيه، بيبدا الجسم يهاجم الغده الدرقيه، يحصل فيها بقى سواء كسل او سواء افراز زياده. طبعا كسل الغده الدرقيه يا جماعه بيؤدي لان ما بيبقاش فيه هرمون الثيروكسين في جسمنا. هرمون الثيروكسين ده هرمون رئيسي جدا في الجسم، من غيره حضرتك شكرا هتركن على جنب بدون كلام كتير. يعني جوجل ممكن تسالوه في الموضوع يقول لكم ايه هي فوائد الثيروكسين. طبعا البدانه، السمنه، لان برضو الجلوتين لما الجسم ما بيعرفش يعمل فيه حاجه بيحطه في خليه دهنيه ويخزنه، وبالتالي ناس كتير جدا عندهم بدانه ومهما يعملوا ما بيخسوش، ولو خسوا شويه بيرجعوا يزيدوا تاني، يمكن ازيد من الوزن اللي كانوا وصلوا له. ليه؟ لان هم ما زالوا بياكلوا حاجات فيها دي قمح. بيأثر على المخ كمان، بيعمل اعراض، يعني مش عايز اقول لكم انا الحقيقه، لا انا عايز اخوفكم، كنت هقول مش عايز اخوفكم، لا انا عايزكم تخافوا، لان الحقيقه لما كنت اقول للناس موضوع الجلوتين ده يا جماعه، انت عارفين الرد اللي هو ايه؟ يا عمي هو في ايه يعني عدل؟ ما الميه بايظه والهواء بايظ، يا راجل ده نسبه الرصاص شوف والعادم. لا يا جماعه انا مش بنتكلم عن الجمال الكوكب وثقب الاوزون والكلام ده، لا 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 خالص، انا بتكلم على امعاء حضرتك. لما بتاكل سم ومش عارف ان هو سم عشان تأثيره بيظهر عليك بعدين، انا مش بتكلم على حاجة في البيئة والعالم الاخضر وان يحط الحاجات في الريسايكل في، لا خالص، ده مرض او عرض بيجيب مجموعة امراض خطيرة جدا، ومعظمها بتفضل تلف حضرتك على الدكاترة. لو كان سنك صغير ممكن يبقى عندك واحد او اتنين منهم، بعد الاربعين ممكن يبقى عندك مجموعة قفة اعراض من الاعراض اللي انا بقولها دي. مرض السكر اولهم، مرض السكر هو النوع الثاني. الاعراض اللي بتيجي بقى في المخ، عدم تناسق في العضلات والاعصاب، حاجه اسمها اتاكسيا، يعني شويه حاجات كده بعيد عنكم، يعني ممكن هم اصل هم 263 عرض، فالحقيقه مش هيكفي ولا 18 دقيقه ولا 18 ساعه عشان نتكلم عنهم. الاكتئاب، مرض العصر، وده بقى اكتر حاجه بتبان في السن الصغير. بيجيني الرسائل على الفيسبوك، على الفيسبوك يوميا، من شباب صغيرين من اول اولى ثانوي، متخيلين حد في اولى ثانوي عنده 14 15 سنه يشتكي من اكتئاب، بنت او ولد طبعا. يعني معلومات سريعه كده عن السيليك ديزيز، من 4 ل 12% من الناس اللي عندهم سكر عندهم سيليك ديزيز او عندهم حساسيه الجلوتين، من 5 ل 12% من الناس اللي عندهم متلازمه داون عندهم سيليك ديزيز، 20% من الناس اللي عندهم مشاكل في القولون عندهم سيليك ديزيز. وبعدين بقى يا حسين مش قلت ما حدش يلمس اللابتوب يا حبيبي؟ طيب بوظت لنا السوكسي بتاع ال، طيب 4.5% من الناس، قرايب الناس اللي عندهم سيليك ديزيز عندهم سيليك ديزيز، 5% من الناس اللي عندهم الغدة الدرقية او عموما الامراض المناعية كلها عندهم سيليك ديزيز، 26% من الاطفال اللي عندهم الجين ده DR3DQ2 عرضة لان هم يجي لهم حساسية الجلوتين او السيليك ديزيز، و 12% منهم اوريدي اظهروا اعراض للسيليك ديزيز. التشخيص اول حاجه بيبسي عينه من الامعاء عشان نشوف هل هي فعلا فلات، هل هي الصوابع دي اتمسحت منها ولا لا، وفي اختبارات للدم بس اعتقد ان اماكن قليله جدا اللي بتعملها. وطبعا اجمل حاجه بقى والاختبار الذي لا يكذب، ان حضرتك تشيل دقيق القمح من اكلك تماما وكل حاجه داخل فيها دقيق القمح، وتشوف هل الاعراض اللي عندك دي او مرضك سواء كان غده او اكزيما او مفاصل او اكتئاب او 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 هل هيروح ولا لا. العلاج الحقيقه عذبني انا شخصيا. طبق الكشري ده يا جماعه انا كنت باكله بالعيش، من كتر حبي في العيش كنت بعمل الكشري سندوتشات، كنت بعمل في الجيش المهلبية والكاسترد ورز بلبن سندوتشات، كنت بعمل المحشي سندوتشات، كنت بعمل السلطة سندوتشات، كنت بحط البتنجان المخلل في سندوتشات، كان ناقص احط عيالي في سندوتشات. حبي للعيش كان خيالي، وقصة عشق الحقيقة الحمد لله انتهت. البيتزا الحقيقة
تأثيرها عليا كان يعادل تأثير الحشيش للي جربه يعني منكم، من كتر الانبساط اللي كان بيحصل لي لما بس بشم ريحة البيتزا. وطبعا يعني اللي كنت بعدي جنب فرن ممكن الدمعة تفر من عيني من كتر ما انا مبسوط من ريحة الخميرة واللي طالع جديد. ومهما كنت شبعان كنت لازم اخش ادي الراجل فلوس عشان يسقسق لي شوية فينو طالعين من الساق واكلهم حاف وانا ماشي في الشارع. يعني الحقيقة كانت يعني قصة عشق عشان ما نتكلمش كتير. الحل بقى اللي انا الحمد لله رب العالمين عملته، مع اني انا ما كانش عندي الحمد لله يعني ما كانش لسه ظهر عليا اي عرض من اعراض الجلوتين الا قلة التركيز شوية، كان تركيزي بدأ يبقى قليل. بطلت من الحمد لله رب العالمين من 3 سنوات اي حاجة تمت لدقيق القمح بصلة خالص. طيب الناس طبعا هتسأل امال ناكل ايه؟ طيب هقول لكم بقى ناكل ايه. لا ده لسه قصة العشق الحقيقة. طبعا المنظر ده حضرتكم يعني انتوا سمعتوا التوكو بتاعه كده، الله جميل كيوت، يلا نطلع بقى في البريك عادي نضرب الحاجات دي كلها وهناكل ولا اكن حصل حاجة. وطبعا كل واحد شفت الدكتور قال جوه السيليك ديزيز عمرك انا اشوف يا جماعه، بس حط في دماغك انه لما تعدي ال40 ان شاء الله ويحصل لك زي ما حصل للفار هتفتكر التوك ده ان شاء الله. طيب الحل بقى ده دقيق جلوتين فري بيجيبوه من الذره، يعني دقيق ذره ودقيق رز بيتخلطوا على بعض، وممكن نعمل بيهم كيكه، ممكن نعمل بيهم بتيفور. انا اختي علشان كان عندها الغده الدرقيه وقعدت سنوات تتعالج منها بلا فائده، بفضل الله تعالى الحمد لله رب العالمين خفت لما بطلت القمح بس، وبدات تعمل بقى اختي بتحب الحلويات وكده، بدات تعمل كل حاجه بالدقيق ده ومنعت دخول اي حاجه تانية فيها دي القمح لبيتها. الدقيق ده بيتباع هنا في مترو على فكره لو عايزين، وبيتباع في القاهره بيتباع في كل مكان، وممكن يتعمل اصلا احنا نطحن رز ودورة يعني ونعمله. اتمنى ان يكون دي ويك اب كول، ان يكون التوك دي حاجة تنبه حضراتكم لمجموعة امراض ممكن تكون سببها مش معروف وعمالة تنخر في اجسامنا واحنا مش دريانين وعمالين نلف على الصيدليات والدكاترة وناخد في ادوية وبلا طائل، وخلاص وصلنا لمرحلة التصالح. يلا بقى الحمد لله احنا ناخد زماننا وزمن غيرنا. تلاقي حد عنده 20 سنة على فكرة بيقول الكلمة دي بسبب ان هو عنده حاجة من امراض الجلوتين. انا فاضل لي لسه 9 ثواني فده حقي، انا دافع فلوسه معلش، فهقول لكم فيهم اشكركم واتمنى باذن الله ان يكون التوك ده نفعكم ان شاء الله.